احنا العربية جت لنا الساعة 12 بالليل، الساعة 6 الصبح كانت مخلصة وقاعدين من 6 لحد دلوقتي. ولا أي نوع بنزين والله. الحكاية إن في أزمة في البلد كلها. أزمة في كل حاجة. ما عدا بالضمير وفي البنزين وفي الدنيا كلها. كل يوم بيجي لنا بنطلب من 50,000 لتر بيجي لنا 10,000 12,000. شركة موبيل أكبر شركة على مستوى الجمهورية. وشل وجميع المحطات نطلب من 50,000 يجي لنا 10,000 8,000 9,000 ما بياخدوش 5 ساعات. الناس كلها بتيجي تموت. ده غصب عنه. نشتغل ساعتين اتنين وبقيه اليوم العمال كلها قاعده زي ما انت شايف. ما نعرفش عشان الانتخابات، ما نعرفش في ازمه في البنزين فعلا، ما نعرفش الدنيا فيها ايه. نطلب كل يوم 50,000 ولنا رصيد فلوس في الشركه يغطي الطلبيه اللي احنا طالبينها بالثلاث اربع ايام جايين. يعني لو طلبنا 100,000 لتر بنزين لنا رصيد فلوس هناك. ده ازمه مفتعله. هي مفتعله عشان يعني مين بقى الحكومه؟ مين بقى؟ من الحكومه ولا من الاخوان ولا من السلفيين ولا من مين؟ من كله من ادارات الشركات. الاخوان بتضرب في الحكومه والحكومه بتضرب في الاخوان والسلفيين بيضرب في ده وده بيضرب في ده. واحنا اللي مأذيين. هش في البلد عشان الناس دي تعرف ايام زمان كانت حلوه، عشان الناس دي تعرف ان الحكومه مش قادره تسيطر. احنا بنشتغل ساعة ونقعد ولا في حد بيحس بينا ولا في حد مسؤولية ولا في أي حاجة خالص. ما هم كانوا بدروا بانتخابات مجلس الشعب ليه؟ لما هم ما فيش في ايدهم حاجة كنا احنا كنا انتخبنا الرئاسة الأول طالما الرئاسة هي اللي في ايدها كل حاجة وبعدين رجعنا ندور على مجلس الشعب. لا محمد مرسي حاسس باللي احنا فيه ولا أحمد شفيع حاسس باللي احنا فيه. ولا والجنزوري نفسه مش حاسس ان احنا في الناس دي اساسا مش رايحة ومش لازمها ولا حسب ازمه بنزين ولا ازمه سولر ولا ازمه رغيف عيش. الازمه دي عمرها ما حصلت والله. حصلت كانت بتحصل يوم واحد مش اكتر من كده. ازمه البنزين والسولر ده ما كانش بيحصل غير في المواسم اللي هي فيها في الارياف اللي هي بيبقى فيها الحصاد والحاجات دي. بقيه السنه متوفر البنزين والسولر والدنيا ماشيه زي الفل. ايه اللي حصل اليومين دول؟ ما اعرفش. قطع عليك زي ما بيقولوا.